نص كتابة الموضوع هو بالكتاب You are going to write a formal letter. إذا أنت أو أنت ستكتب a formal letter رسالة رسمية. Formal رسمية. Letter رسالة رسمية. نص الرسالة أو الموضوع عن إيش هو هي الرسالة؟ شو المطلوب نكتب بهذه الرسالة؟ You are going to write a formal letter. إذا أنت سوف تكتب رسالة رسمية to a Syrian organization إلى منظمة سورية مثلا asking for funds to help finance the action plan on animal protection. Asking for funds يعني تطلب المال تطلب المال to help لتساعد finance بتمويل the action plan خطة العمل on animal protection حول حماية الحيوانات. أوكي حول حماية الحيوان مثل ما شفنا في عنا بالنص الماضي حكينا عن الطليلة ريزيرف محمية الطليلة وإلى آخره وكيف كانت إذا اللي هي حماية الحيوانات. أوكي فهون طبعا نوع من طلب يعني المال للمساعدة بتمويل مثلا مشروع لحماية الحيوانات. أوكي ممكن طلاب أنتوا أي مشروع مثلا واحد يكتب عن أي مشروع يعني بيخطر بباله مثلا. أوكي فكيف يكون مثلا طلب هذه كيف يكون إنشاء هذه الرسالة كيف أوكي نكتب هذا الرسالة. أوكي let's see خلينا نشوف كيف يتم إنشاء الموضوع وكتابة الرسالة. steps الخطوات في عنا هلا 6 steps عفوا 5 steps خمس خطوات. اوكي لإنشاء الرسالة. اوكي first to explain why the group needs money. اذا to explain لتشرح why the group لماذا المجموعة needs money تحتاج المال يعني هذا المشروع لشو المال شو الهدف من المال يعني حصلت على المال شو بدي اسوي انا بالمال احمي الحيوانات مثلا ونفترض مثلا زراعة النباتات إلى آخره. Number two, to give more details about the plan. لتعطي تفاصيل أكثر حول الخطة. أوكي أنا بعطي فصل بالخطة. أوكي هاي المرحلة الثانية إعطاء التفاصيل. Number three, to summarize لتلخص what the writer hopes for the text. لتلخص ما يأمل الكاتب for the text من أجل النص. أوكي ملخص المشروع. أوكي نكتبه يعني بالخطوة الثالثة. Yes. Number four, to introduce the main purpose for writing. To introduce يعني لتقدم الهدف الرئيسي للكتابة. لشو نحن عم نكتب هاي الخطة. أوكي طيب من أجل جمع المال مثلاً للمشروع لتمويل المشروع. Number five, خمسة to describe the most important points of the plan. آخر خطوة هي to describe وصف the most important points النقاط الأهم of the plan للخطة. أهم خطوة مثلاً كذا. أوكي إنشاء المشروع أو إلى آخره. فنوصف أهم النقاط للخطة. Yes. مراحل كتابة نعم الرسالة. نأخذ الرسالة. أوكي نقرأ الرسالة التالية. أوكي dear sirs dear sirs يعني سيداتي سادتي. أوكي dear sirs سيداتي سادتي يعني هي بداية الرسالة. I'm writing on behalf of a group of students to apply for funds to finance a plan to protect animals. Okay. I'm writing أنا أكتب on behalf of بالنيابة of a group of students عن مجموعة من الطلاب to apply لأتقدم for funds لطلب المال to finance a plan لتمويل خطة to protect animals لحماية الحيوانات. Okay. هاي الخطوة الأولى. Number two, we have studied our area
And we would like to help protect birds and butterflies here. نحن درسنا منطقتنا and we would like ونريد to help protect any birds. ونرغب بالمساعدة بحماية الطيور and butterflies here. Butterflies here. والفراشات هنا. إذا المشروع هو تعريف المشروع هو حماية الطيور والفراشات. These animals are in danger because of air pollution from cars and buses in our city. هذه الحيوانات هي في خطر because of air pollution بسبب تلوث الهواء from cars and buses in our city من السيارات والباصات في مدينتنا. The main reason السبب الرئيسي we have chosen birds and butterflies الذي نحن اخترنا الطيور والفراشات is that ordinary people هي أن الناس العاديين including students بما يشمل الطلاب can do something practical to help يمكن أن يقوموا بشيء ما عملي to help بالمساعدة. One idea هي فكرة is to use an idea of wasteland near to our school واستخدام الأراضي الغير زراعية near to our school يعني الأراضي البور مثلا بالقرب من مدرستنا. In this area في هذه المنطقة birds can build their nests الطيور يمكن أن يبنوا عشاشهم and we can make sure they have enough food ونضمن بأن لديهم الطعام الكافي. We will also grow plants here for butterflies. أيضا سنقدم أو نزرع النباتات لأجل الفراشات. أوكي هاي نحن نسميها تفصيل الخطة يعني. أوكي. أوكي طيب. الخطوة اللي بعدها number four. We have collected some money from public. نحن جمعنا بعض المال من العامة الناس من العامة but we don't have enough to start work لكن ليس لدينا الكافي لنبدأ بالعمل. Students can do a lot of the work themselves الطلاب يمكن أن يقوموا بالكثير من الأعمال themselves بأنفسهم but we will need to employ someone to clear the idea لكن نحن نحتاج لنوظف شخص ما to clear the area لينظف المنطقة. Okay, we are planning to complete the project in our next school holiday. نحن مخطط لأن نكمل المشروع in our next school holiday في عطلتنا المدرسية المقبلة. Okay, number five, أخيرا. We hope our organization can help us. نأمل بأن منظمتنا تساعدنا and we look forward to learning to hearing from you yours faithfully yes we hope إذن نأمل بأن منظمتك أو منظمتكم يمكن أن تساعدنا ونتطلع we look forward to hearing from you ونتطلع لأن نستمع منكم yours faithfully يعني المخلص لك أو المخلص لكم. Okay.